فيما يخص يعني ملف السيارات، ما يعني الجديد هو وصل؟ اليوم شوف، اليوم رانا نتكلموا على استثمار قانون. اي شيء متعلق بمنظومه قانونيه. اليوم الحمد لله كل الشركات كانت هناك اتصالات مع عده شركات كبرى، ولكن المنظومه القانونيه كانت ماشي محضره، ولكن بصدور قانون الاستثمار سوف تكون شركات كبرى ان شاء الله في هذا المجال باذن الله، لصناعه السيارات وصناعه الجرارات وصناعه الحافلات ان شاء الله وفق نسبه ادماج كبيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.